أيها وبركاته أخوان الأعزاء، نحن مستمرون في شرح الأسئلة المتعلقة بفور لوب في لغة سي بلس بلس. طبعا في الحلقات السابقة شرحنا عدة أسئلة مهمة، وإن شاء الله في هذه الحلقة أيضا راح نحل سؤال مهم جدا، أعتبره يعني مهم جدا، اللي هي مسألة الفاكتوريال. طبعا هذا السؤال دائما يتكرر في الامتحانات. السؤال يقول write a program in C++ to find the factorial of a number، يعني اكتب برنامج لإيجاد مضروب رقم. ما معنى مضروب الرقم أو الفاكتوريال؟ مثلا عندك رقم 5، أنت راح تيجي تضرب الواحد في الاثنين، والاثنين في ثلاثة، والثلاثة في أربعة، والأربعة في خمسة، والناتج اللي راح يطلع عندك هذا هو يعتبر الفاكتوريال. هذا من جانب النظري، من جانب الرياضيات. إذا نريد نوضح أكثر للبرنامج، أنت راح تدخل input a number to find the factorial. انت راح تدخل رقم من الشاشة السوداء في البرنامج، بعدين البرنامج اوتوماتيكلي راح يجي يضرب الارقام اللي قبل هذا الرقم كله ويا بعضها حتى يطلع لك الفاكتوريال لهذا الرقم. فمثلا لو دخلنا مثلا هسه تجريبيا، لو دخلت 5 راح يضرب الواحد في الاثنين، والاثنين في ثلاثة، وثلاثة في اربعة، والاربعة في خمسة، والنتيجة راح تطلع عندي 120. فأنا راح أسمم البرنامج بحيث اليوزر أو المستخدم يدخل أي رقم، هذا البرنامج اوتوماتيكلي يطلع الفاكتوريال لهذا الرقم. يعني الرقم 5 مو رقم ثابت، يجوز اليوزر يدخل 1 2 3 10 20 100 200 ألف، يعني لازم يكون البرنامج بشكل اوتوماتيكي. فأول شيء راح أخلي البرنامج يطبع لي سي أوت، وراح أخلي هذا النص، يعني اقول لليوزر input a number to find the factorial. يعني اقول لليوزر خلي طلع هاي الرسالة لليوزر او للمستخدم، شوف بهاي الحالة، وبعدين اسويها end line بهذه الطريقة. تمام. بعدها اني ايش احتاج؟ اني احتاج رقم، هذا الرقم ادخله من الكيبورد، بحيث لما ادخل هذا الرقم من الكيبورد البرنامج راح يبدي من الواحد، ولحد ما يصل على هذا الرقم راح يضرب كل الارقام ويا بعض حتى يطلع لي الفاكتوريال. طبعا في البدايه هنا انا اعرف متغير، اقول هنا انا انتجر، اعرف متغير اسميه مثلا نمبر بهذه الطريقه، مثلا اسمه نمبر، اي اسم ما تسميه عادي بكيفك، يعني مسألة variable لا أكثر. زين، بعدها البرنامج من شون راح أدخل؟ أدخله من الكيبورد طبعا. شوف بهذه الحالة دخلت النمبر. زين، هسا إذا أجي أنفذ البرنامج، البرنامج راح يطلب مني أدخل رقم، مثلا دخلت رقم 5، أضغط انتر، البرنامج يتوقف لأن أنا ما مكمل البرمجة بعد. زين، شون أخلي البرنامج يضرب لي 1 في 2 في 3 في 4 في 5 من يصل 5 ويتوقف؟ بهذه الحالة ما دام انت تشوف اكو عدة مدرجات 1 2 3 4، هذا بمعنى انك لازم تحتاج الى لوب، واللوب شرحناه، اهم لوب شرحناه قلنا هو الفور. فاحنا راح نجي نستخدم الفور، نقول مثلا فور، ونجي نعرف متغير مثلا اسمه متغير W، وهذا ال W من يا رقم راح يبدأ يا راح يبدأ من رقم 1. ليش ما يبدأ من الصفر؟ لأن الصفر ما موجود في مسألة الفاكتوريال، مسألة الفاكتوريال يبدي من الواحد، فلذلك أنا هم راح أبدي هذا المتغير من الواحد. زين، هذا ال W لي وين راح يتوقف؟ راح يتوقف لحين ما يصل على هذا الرقم اللي دخلته من الكيبورد، اذا راح اقول الدبليو اصغر او يساوي من ايش؟ من هذا النمبر. تمام. وزين، مساله الفاكتوريال مقدار الزياده كم راح يكون؟ مثلا يكون 1 2 3 ايش قد يروح يكون؟ اذا تشوف هاي السلسله 1 2 3، اشوف انه الارقام التصاعديه تكون قيمه التغيير او قيمه الزياده 1 1 وليس اكثر. فراح اخلي دبليو دبليو بلس بهذه الطريقه حتى يزداد لي 1 1. بعدين راح اخلي اقواس اسفل الفور، لان قلت مثل ما قلت في الحلقات السابقه، اذا انت تحتاج مثلا تنفذ سطر واحد بعد الفور ما يحتاج الاقواس، لكن اذا اكثر من سطر فالافضل تكتب الاقواس. فاني مبدئيا راح اكتب الاقواس حتى تفهمها يعني بصوره اكثر. هنا انا اجي شو اسوي؟
هنا أنا أجي لازم يكون عندي متغير آخر اسمه مثلا أسميه فاكتوريال، وهذا الفاكتوريال بالبداية راح ينضرب في رقم واحد، والمرة الثانية هذا الواحد يصير اثنين، والمرة الثالثة يصير ثلاثة وأربعة وهكذا، وينضرب بي دائما. زين هسه هنا أنا أجي أعرف متغير آخر هنا أنا أسميه مثلا فاكتوريال، مثلا فاكتو هنا أنا أساوي هذا المتغير بواحد. ليش بواحد؟ ليش ما ساويتها بصفر؟ طبعا إذا ساويتها بصفر راح يجي بالبداية يقول لك صفر في واحد صفر، وبعدين يبقى قيمة الفاكتوريال صفر، بعدين يجي يضرب الصفر في اثنين أهم صفر، فالناتج راح يطلع عندك بالأخير صفر، وما أنت ما تستفاد منه. لكن أنت إذا خليته في الأول مرة راح يجي يقول لك واحد في واحد واحد، وبعدين يجيك واحد في اثنين اثنين، وبعدين اثنين في ثلاثة ستة، وبعدين ستة في أربعة مثلا يصير عندك 12، وهكذا راح يصعد. فالأفضل هنا أنك تخلي قيمة هذا المتغير اللي احنا سميناه الفاكتوريال، الأفضل تخليه واحد في البداية لأن مسألة الضرب. أما في مسائل الأخرى إذا مثلا عندك تقسيم أو جمع أو أي مسألة أخرى تقدر تساوي بالصفر عادي، ما عندك مشكلة. لكن في مسألة الضرب لازم تساوي بالواحد حتى ما يبقى صفر عندك. هنا هذا الفاكتوريال إيش راح يسوي؟ هنا الفاكتوريال هنا بهذه الطريقة راح يساوي فاكتوريال يساوي أشني؟ فاكتوريال نفسه، الفاكتوريال نفسه في أشني؟ في W، هذا W الموجود ب W. أول مرة راح يكون واحد، وثاني مرة اثنين، وثالث مرة ثلاثة، ورابع، وهكذا راح يستمر. طبعا هسه باقي لي شيء واحد فقط، أجي أطبع هذا الفاكتوريال في النهاية. شلون أطبع هذا الفاكتوريال؟ أقول له سي أوت بهذه الطريقة، وأقول مثلا فاكتوريال مثلا يساوي، وأجي أستدعي الفاكتوريال المتغير اللي سميناه فاكتور بهذه الطريقة، وأخلي إنت لاين هنا إنت لاين. هسه اذا تشوف اذا انفذ البرنامج ونشوف اذا بي اخطاء او مو بي اخطاء، ان شاء الله يكون ما عندنا اخطاء. شوف يقول لك انتر نمبر تو فايند ذا فاكتوريال، مثلا ادخل خمسة تجريبيا، شوف انطاني نتيجه 120، اذا فعلا النتيجه صحيحه، فعلا النتيجه صحيحه. واذا ادخل مثلا اي رقم اخر انه تشوف البرنامج راح يكون اوتوماتيكلي، مثلا ادخل 10 هنا شوف انطاني هذا الفاكتوريال لهذا الرقم ايضا. وشوف أن البرنامج صار به مرونة أكثر، والبرنامج تكلي يعمل، البرنامج ذكي من حاله يعرف وين يتوقف لحد أي مثلا مكان يستمر، وطبعا يطلع النتيجة الفاكتوريال. باقي إضافات قليلة، يعني إضافات بسيطة لازم تفهمها. الإضافات البسيطة هنا أنا هشوف بعد الفور عندي جملة واحدة أحتاجها، بعد الفور سطر واحد أحتاجه، فما يحتاج الأقوى. شوف هاي القوسين أقدر أشيلهم، وشوف النتيجة راح يطلع لي نفس النتيجة وما عندي إيرور. شوف النتيجة مثلا قلت أدخل خمسة تجريبيا، شوف هم أنطاني فاكتوريال يساوي 120. إذن هذا هم يعني كجمالية. شوف دائما الفور يجي ينفذ لك هذا السطر، وينفذ السطر، وينفذ السطر لحد ما يصل على النمبر. بن يصل على النمبر راح يطلع خارج الجملة اللي بعد الفور. فهذا هو صيغة عمل الفور، وطبعا وضحناه في الحلقة السابقة، إذا ما كنت فاهمها تقدر تراجعها. زين باقي لي إضافات قليلة، باقي لي إضافات قليلة لازم أوضحها. كيف أوضحها؟ هذه الإضافات يعني أعتبرها من عندي كجمالية للموضوع لا أكثر. مثلا هنا أنا تقدر تسمي مثلا هنا أنا the factorial of هنا أنا استدعي العفو استدعي النمبر، وبعدين equal مثلا is equal العفو بهذه الطريقة. شوف اذا مثلا جربنا هذا الموضوع بهذه الطريقة شلون راح ينطينا نتيجة، راح ينطي الرقم الاصلي وراح ينطي الفاكتوريال مالته بنفس الحاله. شوف اذا انطيته 5 هنا ذا فاكتوريال اوف 5 از 120. طبعا باقي لي بس فراغ بسيط هنا اسوي له، وراح يكون ذا فاكتوريال اوف هنا انطيه فراغ
إيه بهذه الطريقة. شوف هسه إذا نفذ راح يكون يعني شكل البرنامج حلو. يعني شوف the factorial of 5 is equal 120. شوف البرنامج صار واضح وصار مفهوم. فهذا هي فكرة الفاكتوريال. فإن شاء الله منه وبعد أي سؤال يجيك عن الفاكتوريال أنت راح تقدر تفهمه. وطبعا هذا الكود أيضا راح أخلي في التعليقات أسفل الفيديو حتى تستفادون منه بشكل سريع. وكذلك أي مقترحات أو أي أسئلة ما يكون عندك تقدر تخلينا بالتعليقات، وإن شاء الله راح نجاوبك بالتعليقات أيضا. وحتى إذا عندك أسئلة أصعب من هذه أيضا راح نحلك إياها بعون الله إن شاء الله.